وجا شكري وكان بده يقتله لياسين وقال انه بده ينزل اول دم في تار ابوه. علي الحرام دم عيلته كله ما بكفيني. لك طول بالك طول بالك. حشمت له حشمت له لياسين دافعت عنه وشكري اكل اللي فيه النصيب ولا بتشوفه كيف راح يا كباه يا تعسه. لك الله محيي البطن اللي حملك عم تسمع؟ الله محيي البطن اللي حملها قسما بذات الله وحياة مين اسمه على الماء جمال. اذا بيصير له شيء لياسين دم عيلة ابو الدهب كلياته ما بكفيني. صغيري يا بضاي اكل نصيبه ومش الحال. اسمع يعقوب دير بالك منه لهذا شكري. ها هذا واحد غدار. إيه لا تخاف علي ما بدي ارجع عيد وافتق معك. الله يستر على عرضك. ياسين امانه برقبتك بتدير بالك عليه منيح. من عيوني عم. بس بدي اسالك سؤال. كعدنه نوري زلمه تبع ثوره مو؟ نوري من طول عمره زقرتي وقبضاي وقلبه على البلد وانا بعرفه من اول الناس اللي بيطلعوا مع السوار. ليش عم تسال؟ لانه اجى لعنده واحد اليوم على المضافي اسمه ابو حسين وقال له انه الرجال في حلب بدهم سلاح واللي طالب السلاح ابو بطرس. ابو بطرس؟ اي ابو بطرس. ايوه ونوري رح بيدبر له سلاح. والله نوري مو عارفها من وين بده يدبر سلاح بس قال اذا بده يبيع كل شيء معه بده يدبر سلاح. لك والله انك زقرتي وقبضاي يا نوري. شفت لك يعقوب هاي الرجال اللي الشام بترفع راسها فيه هون. ايه والله نوري زلمه غير كل هالظلم بس رغم كل شيء عم يعملوا فيه شكري هو ساكت له بس منشان القربي. والله لعيونك يا نوري الروح بترخص. أشو أبضاي؟ وين شاريد؟ لا لا ما في شي ما في شي. فوت نام وارتاح أنت يلا لشوفها. يلا لكان تصبح على خير. أنت بخير. العمى ضربك يا شكري لسه كل ما بتهدى الأمور بالحارة بترجع بتشعلها. لك امتى رح اتجوزك يا فاطمه؟ امتى؟ والله قلبي عم يعمل حق على شوفتك. اي والله يعقوب يعقوب خلاص بكره بروح ببيع المال كاني تبع قفنا وبشتري بحق سلاح واذا اضطر الامر ببيع الفرن كمان. Thank you.
إلا ما يجي يوم وشوفك يا خالتي. على حب النبي ارضي علي ودعي لي إنه يبان الحق وارجع على حارتي معزز مكرر. أمان، السلام عليكم. وعليكم السلام. لك ليش تعوقت علي؟ ليش تأخرت؟ يسعد رب نوري، أمن السلاح وخلانا نوصله لأب بطرس، وأب بطرس بده يوصله على حلب. أهلين بالزعيم أبو بطرس، أحلى زعيم. أطيب من اللوز يا كرمو. أهلين بالزعيم، نورت الحارة. الله يحييكم. أهلين بالزعيم، تفضل. شو القصة؟ ماله بالعادة أبو بطرس يجي لعنا على الحارة؟ أبصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. أبو بطرس يا ميت، أهلا وسهلا. بالمهلي. أهلين بسكرتي. نورت حارة اللوز، شرف. يا الله. يا ميت أهلين. كيفك يا نور؟ الحمد لله، من الله مليح، وبتشريفك صرنا أحسن وأحسن يا سكرتي. الله يخليك. أنا جاي أتشكرك لأنك أنقذت الشباب بحلب، بس بدي أسألك، أنت منين أمنت لي كل هالسلاح؟ لأنه يلي محيرني أني أنا ما طلبت منك كل هالكمية، أنت بعت لي كمية أكبر بكتير مما أنا طلبت. ما بدي أعرف منين جبتهن يا أبو فاضل. معك حق يا ذكرتي، أنا ذات نفسي ما بعرف كيف اجى السلاح. شو حسي رأيي؟ والله شي بحط العقل بالكف يا ذكرتي. تفضل احكي. كنت قاعد سهران بالبيت وإزها سلاح بينزل من على السطح لأرض الديار. مين اللي زدته وكيف وشلون؟ والله يا ذكرتي ما بعرف، بس أنا متأكد إنه اللي لحشه بيعرفني منيح وبيعرف انه مزنوقين على سلاح.